يو الاخوان، السلام عليكم. كنت منا تكونوا كلكم بخير وعلى خير. كنت لحت لكم واحد البوست في فيسبوك ديال سولوني وانا نجاوبكم بارتو دابا هذا، يعني ديجا درنا واحد. سو خديت بزاف ديال الاسئله وزعما اسئله فريمون واعرين عجبوني. سو نطولش عليكم ونبداو باول سؤال. السؤال الاول من عند خالد حجي، وقتاش ناوي تحل السباب؟ انا غادي نعاود لكم دابا باش حيت بزاف ديال الناس كيسولوا. المهم نعاود لكم بدقه بدقه. المهم كيف ما كتعرفوا شاركت في واحد الايفنت ديال رايوت جيمز الصات، اللي صيفطت انفيتاسيون مشينا شاركنا وجيت انا والثالث وربحنا واحد البركه ديال الفلوس. ديك البركه ديال الفلوس هي اللي غتخليني ندير البروجي ديالي، حيت الوالده ديالي ما بقاتش قادره تعطيني، كانت باغا تبيع واحد الدار ولكن ديك الدار ناضوا فيها المشاكل وعارف الورثه، ثم ما بقاتش قادره تعطيني. سو هاد الفلوس اللي غيوصلوني هو اللي غادي نقدر ندير بهم البروجي، علاش كانت تاجل لي شحال هادي. المهم في جونفي مشيت كريت المحل، حيت كانوا كيسحبوا لي الفلوس غيوصلوا في جونفي. مشيت كريت المحل، الفلوس تعطلوا. سو تقريبا خلصت جونفي كامل واخا انا ما باديش، مي علاش خلصته وزربت؟ حيت واحد المحل لقيته رخيص وواحد البلاصه واعره في البرنوصي، يعني فريمون محل وما بغيتوش يضيع عليا. سو خديته، الفلوس ما وصلوش تقريبا، الفلوس وصلوا حتى الاخ، وصلوا حتى الاول ديال مارس. سو كريت شهرين غير هكاك باش ما يضيعش ليا المحل. سو فاش انايا وصلوني الفلوس، فاش بغيت نبدا، مع بغيت نبدا داروا الحجر الصحي وجات كورونا وكل شيء تسد، القضيه تعنكشات وكل شيء ولاو المشاكل. عيطت لمول المحل قلت ليه فكره كورونا دابا وما نقدرش نبدا، وراه الفلوس عندي ولكن ما قادرش نبدا، واش تقدر دير معنا شي حل؟ قال لي صافي ما تخلصني ما والو حتى تبدا وتحيد تحيد الحجر الصحي، ديك الساعه تبدا تخلصني. هاد الهضره رجع عليها من بعد، من بعد شهرين قال لي لا دابا راه تحيد الحجر الصحي غادي نقص لك غير 10%. انا عارف هادشي كامل من حقه، قال لي غادي نقص لك غير 10%، يعني اتولي تخلصني مثلا غير 4000 درهم. صافي انا بديت كنشوف منين غناخذ السلعه، من شلون ندير في الصلاح، شكون غيجي الاول شكون غيجي الاخر. صافي وليت كنعرف كلشي قاد وعارف كلشي شحال غيطيح عليا وعارف كلشي شحال غادي يدار. مع الوقت اللي بغيت ناخذ السلعه، هذاك اللي ناخذ عنده السلعه قال لي نصحني، قال لي شوف دابا الساط راه سيمور، الا بغيتي دير البروجي راه غير غادي تريسكي، قال لي خلي حتى العام الجاي. قلت له علاش؟ قال لي اول حاجه دابا حتى السلعه اللي غادي نعطيها لك ما كايناش كامله، كاينه غير النص ديالها، ولكن قال لي الا بغيتي ندي بانيك داكشي، يعني قال لي السلعه ما كايناش، السلعه محبوسه في سميتو داكشي، قال لي محبوسه. سو قال لي السلعه ما كايناش. سو قالوا لنا الا بغيتي تحلوا خصكم تحلوا غير بالنص، يعني تحلوا غير ب 50%. وانا كنشوف راسي غادي نصلح مثلا المحل واحد 10 مليون ولا 11، والسلعه نشريها مثلا بواحد 35 مليون، خصني نبدا نخلصها في الشهر مثلا 10000 درهم. يعني تنقول دابا هادشي ديال كورونا وبنادم اصلا ما غيخرجش من الدار ديالو، وكنشوف دوك الناس اللي دايرين دابا سيبر، يعني ولاو كيكريو بيسيات ديالهم في الديور باش يخلصوا لي شارج، كنقول داري واش دابا انايا مازال ما بديتش ونصدق مغرق راسي في هادشي؟ ويلا ما تمشاش ليا غير بدا يخصني نخلص السلعه من الصالير ديالي ونصدق مضيع فلوسي، والمحل ما غاديش نقدر نطلقه حيت غادي نصلحه. بديت كنستهدى شويه اي باش كورونا، نشوف واش كورونا الاوضاع ديال كورونا غادا وكتزاد. وليت كنشوف بان مثلا خسرت 20000 درهم، اللي خسرتها كنقول هاد 20000 درهم غادي تعوض، ولكن اللي ما غاديش يتعوض هو نصدق خاسر الفلوس ديالي كامله ديال السبر في الاخر، ما مشيش ونصدق مثلا باغي نبيع السلعه، ويعني صافي غلوح راسي للتهلكه. قلت بلاتي خسرت هاد 20000 درهم، كنت باغي ندير ما سهلش الله يا كورونا، انا نخلي فلوس تحت مني لو كاين يسالي هادشي. انا دابا خدام ما خصني حتى شي حاجه، حتى لو وقعت شي حاجه في ستريم انا عندي فلوس ديالي تحت مني. سو قلت حتى يسالي هادشي فوق ما ساله وفلسات تحت مني حتى يتسهل الامور وندير، ما كاينش علاش نمشي نغامر ونصدق مريسكي. ما بغيتش الريسكي في الفلوس ديالي حتى ديك هي الفرصه الاخيره اللي عندي، حتى واحد ما غادي يعطيني فلوس من غير ديك الفلوس. ما بغيتش الريسكي. دابا درت وقفت هادشي، انا الفلوس تحت مني، تحل الامور ان شاء الله نديرو، وماشي ضروري ندير، نقدر ندير بزاف ديال البروجيات. المهم يعني عطى الله ما يدار. سو انا داكشي علاش قلت لكم دابا حبست هادشي ديال السباحه، حيت ما نقدرش ريسكي. اما المحل راه كريت وكنت باغي ندير وكنت باغي نبدا، ولكن راه هادشي ديال كورونا راه خربق كلشي، راه ما خربقنيش غير انايا، والحمد لله باقي ما بديت. راه كنشوف هذوك الناس اللي دايرين السباحه والله الا مبهدلين. سو هادشي اللي كاين. ندوزو للسؤال الثاني. يونس، واش غادي تكون شي تذان كبيره بحال هذاك اللي فات اللي كان فيها الشاكي وفاتال دريمر؟ زياس
هذيك تقريبا غنبدا نديرها ديما. علاش؟ حيت عندي اللي غيعطيني البرايس بول والمنظمين كاينين وليكاستر الحمد لله كلشي كاين، يعني غادي نديرها. دابا درت لكم بارتو ولكن 1 في 1. نقول لكم علاش. اول حاجه راه 5 ضد 5 لي ستريمرز، راه صعيبه اورغانيزا، راه ماشي اجي وديرها. راه دابا بنادم جا غير تفرج كيصحاب لي راه ساهله، راه هادي شحال وانا خدام عليها راه بزاف. ثاني ممكنش نجي نديرها دابا. سو قلت علاش ماشي ندير 1 في 1. اول حاجه نبدلو شويه، راه عرفت بنادم تيقول لك لا 5 ضد 5 احسن، ولكن دابا حاليا صعيب شويه. قلت ندير واحد 1 في 1 يعني دغيا بنادم غادي يتجمع فيها، ونيت نبدلو شويه. اما 5 ضد 5 راه غادي تبقى تعاود، غير خاصها الخدمه بزاف، ميمكنش نزرب عليها فريمون، خاصها الخدمه بزاف. راه كاينه موروكان ستريم رايفلز بارت وسط، ولكن 1 في 1 هاد المره، وموراها غتكون 5 ضد 5. يعني تيق بيا هاد اللعيبه هادي ديال موروكان ستريم رايفلز 5 ضد 5 غنبدا نديرها. عندي اللي غيعاوني، عندي بزاف ديال الحوايج وغادي تكون. ندوزو لياسين. ياسين وصلتي داكشي اللي باغي؟ الحمد لله وصلت داكشي اللي فريمون كنت باغي، ولكن ما نقولش لك بركه عليا، انا كنبغي نزيد. مثلا وصلت لهاد البلاصه الا كنبغي نزيد نكمل الطريق ديالي، نوصل شي حوايج وحده اخرين، فهمتيني؟ يعني ماشي نقول صافي خديت هادشي يعني هذا صافي بركه، لا كنبغي نوصل، كنبغي نزيد الصط نجاهد، نوصل اكثر من اللي مثلا الحوايج اللي وصلت لي انا دابا. يعني مازال تابعني الخدمه بزاف. ندوزو عند امينه. من امتى وانت عندك الحلم ديال تولي فول تايم ستريمر امين؟ تقريبا يعني مني بداو داك الجينيراسيون ديال الستريمرز كاسايكو مثلا، كنت كنتفرج فيهم. من تما وليت كنتفرج مثلا في ستريمرز ديال، انا كنت فرش ستريمرز ديال برا، ولكن ولاو تولوا عندنا هنايا في المغرب، وليت كنتفرج فيهم بجوج. كنشوف مثلا لي ستريمرز ديال برا كتشوفوا اتيف ما عرفتش الحاله هذه تقريبا راه 2012 ولا ما، المهم يعني في ديك الوقيته اللي وليت مدمن زعما كنتفرج فيهم بزاف. كنتفرج فيك كنقول واه شوف الساط هادو غير جالسين تيلعبوا كيتخلصوا، واه انا الحلم ديالي الساط انا نولي فول تايم ستريمر تاعنا ونبدا نلعب ونبدا نتخلص. من تما الساط ولات عندي هاد اللعيبه، وليت كنتفرج بزاف سواء في المغاربه سواء واخا كان عندنا ستريمز المغاربه قلب ديك الوقيته ديال الليغ، ولكن كنت كنتفرج بزاف، كنتفرج فيهم بزاف، كنشوف كيفاش كيديروا يعني بزاف ديال الحوايج. يعني من تما بدا الحلم ديالي نولي فول تايم ستريمر. عثمان شنو كتفكر تزيد؟ واش تبقى ديما ستريم ولا دير مشروع تغبر؟ لا، انا المين جاب ديالي والحاجه اللي غادي نغرق فيها هي ستريمين. يعني واخا ندير مثلا بروجي ديالي غيكون الناس اللي مقابلينه، وانا غادي نبقى خدام على ستريم ديالي. علاش؟ الستريم ديالي خدمه وكناخذ فيه واحد الصالير، وبغيت هو اللي نعطيه اكثر. اما المشروع دير واحد مثلا اللي غادي يقابل، اللي غادي يكون ثقه، واللي غادي يقابل لك المسائل ديالك، وانت يا اوميم بغا تركز على الستريم ديالك، حيت الستريم ديالك راه خدمه. يعني تولي تاخذ الفلوس مثلا من هنايا ومن هنايا، وهاد الستريم ما تسمحش فيه، حيت هو الصاط هو اللي وصلك مثلا باش دير هاد المشروع بزاف. يعني المين جوب ديالي هو ستريمي، وما نقدرش نتخلى عليه واخا ندير اللي درت. ودغيري طه، اسمح لي الا قلت لكم السميات غلط الدراري. واش الفلوس ديال ستريمي في المغرب تقدر تشري دارك ودير بروجي ديالك وتزوج ودير ولاد وتكون ضامن مستقبلهم؟ هو شوف الصراحه بالفلوس ديال ستريمي ديال المغرب يعني تعيش وتزوج وتعيش بهم وتزوج يعني ضمن مستقبلك كيف ما قلتي، انا مازال جايك الهضره. ولكن مثلا باش دير بروجي ديالك ولا زواج كيخص مثلا شي ايفنت بحال ديال رايوت جيمز اللي درنا في السعوديه، شي حاجه اللي غتعطيك فلوس كثيره باش تقدر دير. اولا مثلا هاد الفلوس هادو اللي كتاخذ هنا تبقى تجمع، حيت دابا حاليا راه تقدر دير هادشي، ولكن هادشي راه ما مضمونش. دابا انا خدام واخا كناخذ سالير واخا عندي كونطرا مثلا فيها 3 سنين وداكشي، ولكن ما تنقولش صافي لا بارك عليا نمشي ندير هادشي، لا ديما تنقول راه هادشي ما مضمونش وخصني ندير شي حاجه بهاد الفلوس. ياس الا بقيتي كتجمع راه تقدر دير بروجي، الا بقيتي كتجمع راه تقدر دير دار. يعني هاد الفلوس كاملين في هاد المده اللي سميتو وبقيتي كتجمع راه تقدر دير بهم دار. مثلا انا الفلوس الا بقيت كنجمع كل شهر كل شهر كل شهر كل شهر في 3 سنين نكون جامع واحد البركه اللي باش ندير بها بروجي. سو ياس تقدر دير، ما حد دابا كتخلص راه تقدر، ولكن دير في بالك ماشي حتى حاجه ما مضمونه. دير في بالك دير ولاد والمستقبل ديالهم، هذه حاله خاصه راه ماشي اجي ولد راه ديما تنقولها لكم، راه الولاد مسؤوليه كبيره بزاف، وماشي اجي وضمن لهم المستقبل ديالهم. اسامه بوعد الفيديو غادي يكون طويل حيت عندي بزاف ديال الاسئله، سو فاين الا عندك شي وقيته تضرب واحد القهوه وكمل راسك. اسامه بوعد واش غتبقى تقصر غير ليك في ستريم ولا تقدر تجرب نيو جيمز في فيوتشر؟ هذا السؤال هذا تسولني في لاست فيديو اللي كنت فيه في تويتش. انا الاخوان فاش بديت ستريمين قلت غادي نبقى
يعني غادي نتعرف جو واحد اللي هو ليغ اوف ليجند، وغنستريمي حتى شي جو من غير ليغ اوف ليجند. يعني حتى لي ستريمي غنستريم شي جو اللي قدامين. انا معروف ستريمر ديال ليغ، غادي نبقى كنستريمي غير ليغ صافي. يعني هذا هو البلون اللي غادي اللي بديته، هو اللي غادي عليه دابا. سفيان عرب، شنو كتقول ستريمرز اللي بداو من العام اللي فات، وشنو البلاتفورم اللي حسن تويتش اور نيمو من ناحيه البي اوت وكل شيء؟ شوف، اول حاجه نصيحه للستريمرز اللي يلاه بداو ولا يلاه بداو ولا اللي بداو ولا جداد ولا قدام ولا سميت، اول حاجه الاخوان هو الصبر، وحيد من بالك ديال امذن ستريمي حيت فيه الفلوس. لا دي راه فكره غلطه. علاش؟ ديما انت تبقى بالك غير الفلوس، كتدخل نتايا لهذا الدومين ديال ستريمي حيت كيعجبك الصاد، والفلوس راه تجي من بعد. ولكن تخدم على راسك وحيد بالك من الفلوس، راه كلشي تيجي بوحديته. راه فودكا 3 سنين ولا مرات شحال وكيستريمي ب 40 فيورز، باغي هادشي وكيتقاتل عليه وتقاتل عليه وصل للحلم ديالو. او شحال صبر فودكا شاكي لمده عام حتى هو كيستريمي مثلا زيرو فيورز، ما كانش كيعرف حتى شي واحد شاكي. واش شاكي خدم على الستريم ديالو وصل داكشي اللي باغي ليه؟ سو نصيحه لكم هو الصبر، ماشي غير تبدا دابا ستريمر يلاه بادي باغي 300 فيورز على الدقه الاولى، باغي 10000 درهم، راه ما يمكنش الصار. خصك تبدا وتشي تخدم عليه، زعما راه ماشي اجي وراه كاع لي ستريمرز دابا اللي فريمون دابا واصلين البودكاست شاكي دريمرز كاع الدراري كاملين دابا اللي كتشوف، ما نقولش سميت باش ما ننساش بزاف، راه كاملين دابا خدموا على راسهم. ولكن صبروا، يعني الصبر ضروري. هذه النصيحه اللي نقدر نعطي للستريمرز من ناحيه ان بلاتفورم ولا سميتو. انا فورمي الدراري، البلاتفورم ما كتهمنيش اكثر ما كيهمني ستريمر. يعني ستريمر اهم من بلاتفورم. كون تاي فري تبدا في اي بلاتفورم بغيتي، اوف كورس الصات نيمو الا كتخلص، ولكن تويتش ما غاديش تخلص. ولكن نتايا الصات تمشي البلاتفورم اللي انت مرتاح فيها، فهمتي؟ انت كستريمر انت اللي غتحدد البلاتفورم اللي غادي تمشي لها، حيت البلاتفورم حيت ستريمر اهم من البلاتفورم. يعني ملي تبقى تفكروا من البلاتفورم داكشي فين نبدا، واش نبدا هنايا واش نبدا هنايا، انت اللي غادي تقرر فين غادي تبدا، فين غادي ترتاح، فين غادي فين غادي تخدم، فين غادي دير بزاف ديال الحوايج. او جود لاك لكاع اللي سميتو، ما تنساوش الصبر. كاس ميدوسا، واش كيبان ليك الا كثروا الستريمرز مزيانه للكوميونيتي ولا خايبه كرا يقللوا الفيورز لكل ستريمر؟ لا غلط، بالعكس، كل ما تزادوا لي ستريمرز بزاف كل ما الدومين ديال ستريمين كيتعرف، كل ما كل ستريمر مثلا انت يا ميدوسا بديتي كتستريمي، ايولي واحد الناس اللي مثلا ايولوا يقدروا يوليو عندك واحد الناس اللي جداد اللي يتعرفوا عليك ما كيعرفونيش انايا، اولا ما كيعرفوش شاكا، ولا ما كيعرفوش هذا، ما كيعرفوش هذا. يعني انت غتجيب ناس جداد للكوميونيتي، يعني كل ستريمين يقدر يجي مثلا واحد جوج الناس ما يعرفوناش وكذا، يعني غيزيدوا يكبروا الكوميونيتي الصاط. وتقبيه راه دابا كتقارن مثلا 9 ديال لي ستريمرز الصاط مستريمين لا في برا لا هنايا، راه كل واحد عنده الفيورز ديالو، كل واحد عنده الفيورز ديالو. راه الكوميونيتي ديال ليغ ماشي عاوتاني كبيره، ولكن راه ما صغيرهش، ما تحقرهاش. راه الكوميونيتي ديال ليغ راه كبيره بزاف، وكل ستريمر يكون عنده الفيورز ديالو، فهمتيني؟ يكونوا بزاف ديال لي ستريمرز كيتزادوا، راه كنفرح انايا اقسم بالله. راه مزيانه الصاط لي ستريمرز بزاف، راه كيزيدوا يكبروا الكوميونيتي. تيمور اسطوره، دو يو ثينك الكوميونيتي ديال الجيمين في المغرب غدا مزيان، وشنو خاصها باش تزيد تكبر؟ شوف، مقارنه من الاعوام اللي فات يعني كاين واحد التحسن كبير الصاد بروز، ولا يعني الكوميونيتي ديال الجيمين يعني بدات كتطلع. غير باش تزيد الصاد كيخص مثلا الشركات يبداو يبانوا عند المين جيمز، يعني لي جو اللي فهمتيني واقفين الصاد عادي يدوزوا، ما يبقاوش يفكروا غير مثلا غير هادو غيضربوا. ولكن الا دخلتي للجيمين وادخل للجيمين للصح، راه حتى هادوك دي جيمز يا سيدي، ولكن شوف المين عاد دوز لداكشي ويبقى داكشي سنوي، ماشي مثلا نبقى نشوف غير انوي هي اللي كتبقى تدور. وانا نشوفوا بزاف ديال الشركات اللي داكشي سنوي باش الجيمين الاسبور والجيمين يتحركوا في المغرب بزاف، ونتعاونوا ما بيناتنا، فهمتيني؟ يعني بلا ما نبقاو يعني نعطيو الحلول شنو خصو يدار، نتعاونوا بيناتنا، ماشي نبقاو نتعايروا وكدا والاخر يطيح هذا ولا الاخر يهبط هذا ولا سميتو، نتعاونوا ما بيناتنا ونطلعوا داكشي ديالنا. هادشي اللي كاين ماما. اسامه خروش، شنو هي الحاجه اللي ما عمرك كليتيها ولكن باغي تجربها؟ صراحه اللي عمرني ما كليتها ولكن هي هذيك لانغوست، والله ما نعرف الصاد، كنشوفها في لي فيديو بزاف الصاد، وما عمرني ما عرفت المذاق ديالها الصاد، وما ما جاتنيش الفرصه ناخذها. زعما هذه اللي صراحه عمرني ما كليتها وبغيت نجربها الصاد، وان شاء الله نجربها. الا جربتها ندير لكم واحد الفيديو تشوفوها الصاد. عمرني ما كليتها الصراحه، ما عرفتش المذاق ديالها كيفاش داير. يحيى الشجاع، واش ندمتي على الديسيزيون اللي درتي
وما كرهتيش ترجع الامارات؟ لا لا صب عمرني من ندمت على الديسيزيون ديال اختارت الجيمين، علاش؟ حيت انا اصلا كنت باغي تشوف تنحماق عليه، وزيد عليها داكشي اللي وصلت بهذا الدومين ديال الجيمين ولا ستريمين الصاط، عمرني ما كنت غادي نوصل ليه في داك الدومين ديال الخدمه، يعني في دومين الخدمه العاديه. اول مرات كنت كندور غير فواحد الدواره مع راسي، مي دابا وليت غادي فواحد الطريق مسارحه وغادي كنشق الطريق ديالي. صو عمرني ما ندمت، وتا الا كنت ما اختاريتش دابا ديال الجيمين كنت غادي نختاره واحد النهار. سلطان شنو هو لي دريم ديالك؟ صراحه ما نكذبش عليك، الحلم ديالي الحمد لله كاين شي يعني حلم، يعني وليت كنعيش الحمد لله، ولكن مازال ما حققتها. الحلم الاول اللي كان عندي السط هو مثلا نولي نتخلص من واحد الحاجه اللي كنبغيها، يعني نكون مثلا ستريمر ونولي انا نتخلص من داكشي. الحمد لله بديت كنعيش هذا الحلم هذا. ثاني حلم السط عندي هو السط يعني تبغي ندير نخدم عند راسي، ندير واحد البروجي اللي نولي انا هو الباترون يخدم عند راسي، يعني ما نخدم عند حتى شي واحد. والحمد لله بغيت ندير الدويره ديالي ونضمن مستقبلي انا والمدام، يعني مازال بزاف حققنا شويه ومازال تنحققوا، والاحلام راه بحر هي ما تحقق. صلاح شنو اكبر تحفيز ديالك باش توصل داكشي اللي بغيتي وتعاون الكوميونيتي الجيمين ان شاء الله؟ اول تحفيز الصاد كيخصك هو التحفيز المعنوي، ولكن ثق بيا الصاد في هذا الدومين راه التحفيز المعنوي الصاد راه ماشي بوحدو، راه ضروري من التحفيز المادي. حيت الصاد انت انا مثلا كنت في تويتش راه كان بنادم سيبورتيك وكتلقى بنادم كيدفعك واللي عنده كيعطيك، ولكن الصاد مثلا انت ما عندكش باش تخلص كونيكسيون، ما عندكش باش تمشي بعيد في هذا الدومين هذا، شنو غادي دير؟ يعني التحفيز المعنوي والمادي، ركزوا على المادي حتى هو مهم بزاف الصاد، راه مهم راه مهم مهم مهم. باش تعاون الجيمين ديالكم يعني الصاد لي تورنوا بزاف، يعني تسيبورتي لي ستريمرز اللي يلاه بادين، تخلق شي حاجه في الاسبور ولا في الجيمين، يعني تحاول دير شي حاجه اللي مثلا كدار غير برا تحاول ديرها حتى هنا في المغرب. اوكي مصطفى الاغروبي يوسف شنو هما لي ريزنز اللي قنعوك وخلاوك تبدل من تويتش النيمو اباغ الكونطرا، ولا غير الكونطرا هي السبب؟ دابا نعطيك مثال اخي مصطفى، دابا انايا خرجت من الخدمه ديالي مثلا كنت كناخذ 5000 درهم، خرجت من الخدمه ديالي باش نتبع الدومين ديال ستريمين. اوكي اي العزيمه عندي وكلشي عندي اوكي، ولكن كنشوف مثلا تنستريمي غير تنستريمي بزاف ديال السوايع بزاف، وانا ما ضامنش المستقبل ديالي، يعني ما عندي لا باش نخلص لا كونيكسيون لا باش الوالده كتسلف باش تخلص الكرا، يعني واخا انا بغيت نكمل في هذا الدومين هذا، ولكن شنو غادي ندير؟ جاتني الفرصه واحد الشركه نيمو جات قالت لي واش بدات تستريمي عندنا وغنعطيوك واحد الصالير وداك الشيء، يعني ميمكنش اني نرفض هذا الشيء. علاش؟ حيت هذاك اللي غادي يديروا معايا نيمو غيخليني نمشي بعيد بزاف في هذا الدومين ديال ستريمين، غنولي مثلا نخلص الكونيكسيون راسي، غنولي ندير لي تورنوا، غنولي نستريمي وانايا مرتاح، غنولي نستريمي السوايع بزاف، وميمكنش نرفض هذا العرض هذا. الا رفضتي هذا العرض هذا راه بحال حطمتي داك الحلم ديالك، يعني واحد بحال جاي باغي يعاونك ويمشي بك بعيد الصط وانت تقولي لا خليني انا بغيت نبقى طايح، هذا غير راه سبب كافي اللي خليك تموفي مثلا من تويتش نيمو، يعني حتى غتمشي بعيد في هاد الدومين الصاط يعني غيكون عندك داك الدعم المادي اللي دوينا عليه اللي غيخليك تمشي بعيد توصل داك الشيء اللي بغيتي، هذا هو السبب. اما راك كيف نقول لكم ستريمر اهم من بلاتفورم، راه الناس كتجي على ود ستريمر ما تجيش على ود البلاتفورم. كاين هذوك الناس اللي ما كيبغيوش التغيير، كاين هذوك سميتو، ولكن راه كل واحد حر ويتفرج فيما بغى. انا كندوي لك شنو هما لي ريزون الصاط، هو كيف ما قلت لك عندي التحفيز المعنوي الصاط اللي لقيتو فيكم بزاف، ولكن التحفيز المادي الصاط ما كاينش اللي غيوفروا لك، جات هاد الشركه توفروا لك وغادي تمشي بها بعيد، صو ما يمكنش ترفضها من معن، فهمتيني؟ او ثانك يو سو ماتش لكم اللي حيت وصلتونا لهاد البلاصه هاد الدراري. خويا خالد عندك شي امل في الاسبور في المغرب؟ ديما تنقول لكم داكشي اللي يعني مقارنه بداكشي اللي فات ولينا واحد التحسن ملحوظ، يعني كاين امل. اكوغاكي واش ضروري من شي ستريمر يعاونك لايكي هوستيك واللعيبات باش تطلع، ولا يو كان في هذا الوقت اللي كلشي باغي يدير ستريمر تطلع بوحدك؟ دابا شوف، يعني الا شديت كنتي كستريمر وبقيت كنهوستي فيك هوستيك المره الاولى الثانيه الرابعه السابعه، ولكن كيبقاو عندك نفس الفيورز، يعني ما كندير والو، راه اللي كيجيب بنادم راه هو انت. نعطيك مثال بحال دابا مثلا شاكي خدا غير هوست واحد، من تما بقى غادي خدام على راسو كيطلع راسو براسو،
سينيو هوست واحد عرفوا الناس بقطع على غادي براسه، ماشي مثلا انا اللي طلعت اكي اولا انا اللي طلعت سينيو ولا لا. شوف كتعطي داك الدفعه، ولكن راه ستريمر راه هو اللي تطلع راسه براسه، راه هو اللي تطلع براسه براسه، يعني تقدر تطلع بلا ما يهوستك حتى شي واحد. يس ديك الهوست كتعطيك واحد الدفعه، ولكن الساط الا تدفعتي وما ديميراتيش الراس في الساط راه يوزليس ديك الهوست. سو حل عطيك مثال الساط والشاكي الساط هوست مره واحده 200 فيورز شد كثير الراس صافي قال لي انا غنسوق طلع الراس. اللي نفرض انا بقيت كنهوست في الشاكي اليوم وغدا سميتو، ولكن الشاكي ما كيتفرجش عنده الناس، يعني راه يعني واخا نبقى نهوست حتى الغدا، يعني ستريمر واخا يبقى يتهوست حتى الغدا، ولكن الا ما كانش هو غيخدم على راسو ولا غيخلي الناس يجي تقلب عليه ولا تفرج فيه راه ما يدير والو. او الهوست الصاد كيبقى واحد الدفعه، ولكن راه تقدر تطلع بلا ديك الدفعه. شكرا. شكون اللي سمع لك فوكس وعلاش بالضبط؟ كانت واحد الجيم سميتها سوبر سماش بروس فيها واحد بيرسوناج فوكس كيضرب بالكوابس وكتبقى تلوحهم من المركبه الصاد، كان عزيز عليه داك البيرسوناج ومن تما سميت راسي فوكس. زياد ناكوب ويل وي وانا كرييت ا تيم، شنو كظن خصنا باش نمشيو مزيان؟ اول حاجه الساط باش تمشي مزيان في التيم هو ديك خمسه ديال الناس اللي غتجيب اولا سته يكونوا موتيفين بالجهد ومتواضعين وباغيين يمشيو وباغيين يديروا ايكيب، فهمتيني؟ يعني خاص داك مثلا اللي غتجيب يكون عنده شويه ديال الوقت باش الا كنتو مثلا بغيت تريني اولا شي تورنوا، فهمتيني؟ يعني اول حاجه باش تنجح تيم هو داك اللي خصك اللي غيلعبوا في التيم كيف ما قلت لك يكونوا في هاد سميتو الايلو ما كيهمش، حيت الايلو راه تقدروا تيمبروفيو مع بعضياتكم، فهمتيني؟ وديما ديروا مثلا واحد الليدر اللي غادي يشوف الاغلاط ديال التيم واللي اللي تسمع ليه التيم، مثلا الا كان هو غلط يجي واحد يصحح ليه بواحد الطريقه اللي بالبروف ها شنو كاين وشنو كاين، ماشي الاخر حيت فايتو بالايلو غيقول لي لا انا فايتك ولا داير. يعني التيم اللي غتجيب يكون عنده الوقت، يكون موتيفي، يكون متواضع، وزعما ما يكونش داك النوع اللي فيه المشاكل بزاف. صلاح طاير علاش ما كتلوحش فيديو كل نهار في يوتيوب بحال كاع لي ستريمرز ديال برا؟ الا جيت تشوف الساط راه الشاني ديال يوتيوب ديالي راه خدام عليها، راه لحت لوح فيديوهات بزاف، ولكن باش مثلا لوح فيديو كل نهار صعيبه شويه. مي انا داير من هنا البروجي ديال القدام غادي نولي لوح جوج فيديوهات كل سيمانه، انا يلا خدام على موشي على هذا البلان هذا، مي ان شاء الله غنخدم على يوتيوب. مي كومون يعني الشاني ديال يوتيوب خدامه كتحرك شويه، يعني واخا انا ما معوش ناخذ من عندها لا فلوس لا حتى شي حاجه، ولكن انا خسر عليها فلوس باش تطلع لي الشانيل، حيت الشانيل يعني ديال يوتيوب يعني بحال قلتي عندها واحد العلاقه في ستريمين، يعني حتى هي خصها تكون، فهمتيني؟ كيفاش تشوف راسك؟ هذا حمزه كيفاش تشوف راسك من هنا 10 سنين؟ واش يبان لك واش كيبان لك الجيمين تقدر تعتمد عليه وانت مرتاح؟ شفتي قبيه الساط ما كاينش شي خدمه دابا في المغرب الساط، يعني مثلا في البريفيو ولا شركات اللي تقول نعتمد عليها ونبقى مرتاح، لا اي حاجه الساط انت تقدر تخدم مثلا في شي شركه ويقول لك لا سدينا اولا جراو عليك، اولا ما كاين حتى شي حاجه اللي تقدر تعتمد عليها وترتاح. لا تقدر تعتمد عليها وترتاح مثلا كيف ما تنقول لك دير المشاريع ديالك، دير البروجيات ديالك اللي غيبقاو هازينك. كنشوف راسي من هنا 10 سنين غنكمل في الدومين ديال ستريمين الصال، ولكن ان شاء الله نكون يعني بديت في المشاريع ديالي اولا سالي زعما يعني في الوسط ديال المشاريع ديالي، يعني من هنا 10 سنين حتى انا بغيت ندير المشاريع، بغيت نخدم عند راسي برجولة. احمد بابا شنو الحاجه اللي كتخليك ما طلعش ماستر حاليا؟ ما كنلعبش بزاف في المين، زائد عندي بزاف ديال الحوايج خصني نخدم عليهم في الجيم بلاي ديالي برجولة، يعني خصني نزيد نتحسن بزاف. السعد الرهاني واش يو كانت سوبر اول نيو ستريمرز ولا دير لينا شي حاجه باش كلشي يبان؟ خلاص بحال دابا درتي تورنوا راه ما يمكنش كلشي يشارك، ما يمكنش مثلا انا نسيبورتا كاع لي ستريمرز راه امبوسيبل الصاط، راه كاين مثلا كل واحد الرزق ديالو، كاين لي واحد اللي كاين مثلا ستريمرز اللي بادين دابا كيستريميو انا ما عارفهمش حيت مازال ما وصلوش، كيفاش غندير نقدر نعرفو؟ يعني الصاط راه اللي غادي يعاونك الصاط كستريمر راه هو راسك، ثق بيا راه هو راسك، راه الا بغيتي توصل الناس راك غادي توصل الناس، سواء دابا سواء غدا سواء العام الجاي، يعني الا بغيتي تخدم راه غادي تخدم. انا ما نقدرش نعاون كلشي، وفاش كتجيني الفرصه راه اقسم بالله حتى كنعاون، راه والله حتى كنعاون وداير ما في جهدي. انا ما كرهتش نعاونكم كاملين، ما كرهتش مثلا كلكم كاملين تدخل لكم مكتان عندكم الفيورز ديالكم وعندكم الكوميونيتي ديالكم، والله ما زعما ما كرهتش، ولكن ما اي كانت راه كتقولي دابا واحد الحاجه اللي تجيني مستحيله. تريزلو صامي شنو الحاجه اللي حسيتي بها تبدلات فيك من نيمو لتويتش؟ نقول لك واحد الحاجه اخاي تريزلو،
حاجه اللي تبدلات هي النفسيه ديالي، وليت كنستريمي وانا يا مرتاح. مثال مثلا في تويتش كنستريمي وانا يا شهرين ولا 3 شهور ما خلصش ليا كونيكسيون، وتنقول دابا الا تقطعت ليا كونيكسيون منين غنجيب فلوس؟ الا مثلا الا ما دخلت ليا شي دوناسيون دابا منين غنجيب الفلوس؟ كيفاش غندير نخلص هذه؟ شنو غندير دابا في المستقبل ديالي انايا؟ دابا ما كناخذ لا فلوس لا والو، والوالده واقفه لي عند راسي كتسنى النتيجه ديال هادشي، يعني شنو غادي ندير؟ يعني في نيمو وليت كنستريمي وانايا مرتاح، كونيكسيون خالصه الحمد لله، الكرا خالص، داكشي اللي بغيت ليا راه دابا واصل ليه، يعني كنستريمي وانايا مرتاح، فهمتيني؟ ما بقاتش داك الضراب ولا كاين دي مشاكل عائليه اللي ما مخلينيش كنستريم، ولكن زعما ما كاينش شي واحد فينا صراحه ما عندوش مشاكل، سو عادي. غير كندوي لك على الراحه النفسيه، زعما كنستريمي دابا براحه اكثر، يعني مرتاح، مرتاح بزاف. انا ما فاتمي بوسيبل شي نهار ديروا شي ديسكوسيون في ستريم على بروجيكت مانجمنت ديال لي تيم ونفعوا الدراري بها. خي انا ور حاليا دابا اي كانت حيت مازال ما خديتش الخبره الكافيه الصاط، ومازال يعني مازال ميم راسي انايا كنسول الناس وكنتعلم. عصام: سلام خويا فوكس، كنتمنى تقرا السؤال ديالي خويا، راك غادي وبيكاب. المهم فاش كتشوف راسك كتعطي اكثر من جهدك باش تكبر الكوميونيتي وتعاونهم باش كتحس؟ قسم بالله خي عصام، ما تنحس كنحس بحاجه وحده، هي كنحس بانني تندير الواجب ديالي والخدمه ديالي. حيت اخاي عصام ما نكذبش عليك، كنت نتسنى حتى شي واحد مثلا نقول فوكس راه دار، اولا فوكس هو اللي فعل، اولا فوكس هو اللي دار، انا تندير واحد الخدمه ديالي اللي اللي نفرح بها راسي، او اللي نقنع بها راسي. اما راه الخدمه راه كلشي تيشوف الخدمه وكلشي باين، فهمتيني؟ يعني راه ما تحتاج واحد يقول لك راه داك فوكس هو اللي دار، اولا داك هو اللي دار، اولا داك هو اللي دار. انت كتخدم كدير الواجب ديالك كستريمر، اولا واحد خدام في الدومين هذا وكترجع للور، يعني ماشي كدير واحد الحاجه وكتسنى واحد يشكرك، لا راه كدير الواجب ديالي. انا مثلا ستريمر عندي واحد الكوميونيتي شويه معروف شويه، الواجب ديالي مثلا نعاون الستريمرز اللي باغي اللي بادين، نعاون الكوميونيتي، نعاون ديالي. يعني كندير واحد الحاجه اللي سميتها الواجب ديالي. تقدر تبان لك الوغد الخشب، ولكن هذا راه هو اللوجيكا امامان اللي كاين. إليس الفرقاني: في نظرك ليغ اوف ليجند غدا وكتولي جيم ولا كتزيد في البوبولاريتي ولا ستابل؟ شوف ما حد داك الصاد مثلا كتلقى في لي تورنوا لي ايفن ديال رايوت جيمز الصاد هما الاولين، مثلا فاش كتكون شي تورنوا كتلقى هما الاولين، يعني عرف بان مازال ما ماشي ديال جيم. مازال فاش شوف مازال لي ستريمرز بزاف تيقصروا، مازال ما تقولش العدد جيم. هي كل سيزون الصاد وكتكون حسن من الاخرى الصاد، يعني انا ما عرفتش واش ستابل اولا كتزاد. المهم باش تقول لي كتنقص لا ما كتنقصش، حيت راك راه دابا انت كتشوف الارقام بعينك. طوبو: الى دار التيم ديال فوكس جيمين شي حاجه في مينا، واش نقدروا نشوفوا شي جيمين هاوس؟ خي طوبو، الجيمين هاوس كاين اصلا في البلو ديال في البروجي ديال التيم، يعني سواء درنا شي حاجه في مينا سواء ما درناش شي حاجه في مينا، راه البروجي ديال جيمين هاوس كاين. حيت دابا حنا كنديروا في 16 ب16 طاج هو لوت كري تيم، هو تدبر مثلا شويه ديال الصالير ديال اللعابه، شويه ديال السبونسور، عاوتاني تبدا الميرش، يعني غادي يعني 16 ب16 ان شاء الله راه غادي توصل داكشي اللي بغيتي، يعني ممكنش دير كلشي في دقه واحده ماما. دابا ممكنش كيف ما قلت لك، يعني كاينه صور بحات صور ما ربحاتش. احمد بونيت: واش ستريمين في المغرب يقدر يولي فول تايم جوب اللي تعيش به؟ يس، ما حد دابا انا كتشوفني عايش به، يس انت تقدر تعيش به، فهمتيني؟ ولكن انا نعطيك نصيحه، مثلا في تويتش الصات امبوسيبل تقدر تعيش به الا ما كانوش صحاب الحسنات اللي بغاو يعاونوك، وراه لي ستريمرز غيكونوا عارفين شنو قصدت صحاب الحسنات اللي تيعاونوك. مي مثلا في نيمو يس تقدر تعيش به، ولكن ديما دير في بالك حتى حاجه ما مضمونه، في اي وقت تقدر السلام عليكم، فهمتيني؟ سو يس تقدر تعيش به دابا حاليا، ما حدك تما تقدر تعيش به. ايفا: امتى غادي تحبس الجيمين؟ صراحه ما الجيمين غتحبسوا فاش غادي تقدر ما تقدرش تكمل في الجيمين، حيت دابا الجيمين كتلقى واحد عنده 45 عام 60 عام وتيلعب، فهمتيني؟ سو ما عندوش واحد الوقت محدد اللي يخليك تحبس الجيمين، واش شي سبب قاهر اولا صافي ما بقيتيش قادر تكمل صافي، ما شي حاجه بحال هكا. ايوب: دكي كتجيك الكوميونيتي ديال ليغ في المغرب؟ الكوميونيتي ديال ليغ قصات في المغرب نشبهها لك كبحال داك عشيرك لي توكسيك بزاف ويطروليك ويتفلى عليك، ولكن في الوقت ديال الشده غتلقاه واقف حداك. يعني الكوميونيتي الصات اللي ما كيف ما قلت لك توكسيك بجد، حنا الكوميونيتي ديال ليغ معروفه توكسيك، ولكن رجال نهار توقف عليهم غادي تلقاهم، سواء في السبور
صوف شي حاجه اللي باغيها صوف زيد الحوايج توكسيك ولكن الرجال صف عليهم غادي تلقاهم برجوله. محمد كوشاني شنو هما الحوايج الاساسيين باش تبدا ستريم؟ اول حاجه باش تبدا ستريم كيخصك كونيكسيون مزيانه لا فيبر، كيخصك واحد السيتاب اللي متواضع ماشي واعر، غير هذاك اللي يتفرج فيك يتفرج بكاليتي مزيانه. خصك واحد الميكرو اللي مزيان، كاميرا واخا ماشي مهمه ولكن انا كنفضل تكون بكاميرا. والاساسيات ديال ستريم هو الصبر وتكون داخل هادشي حيت كتبغي، كيما راه كلشي كيجي في الوقت. توارغا الا قالوا لك تعزل ديو فور ايفر شطيبه اور ايهاب جيمين؟ الصراحه ما كنحملش ديك البلان ديال تعزل ما بين جوج الناس، انا امشي سولو اخاي. عبد الله الكابي تشوز بيتوين ليف ان موروكو اند ستريم فور موروكان كوميونيتي اور ليف ان انذر كونتري اند ستريم فور الكور. هو اخي عبد الله انا يا تقريبا شي 5 سنين خدام بالانجلي وتعلمت الانجلي، يعني نقدر نستريمي بالانجلي وجاتني الفرصه فاش كنت في تويتش، ولكن الصاد ديك الساعات ما كانوش لي ستريمرز المغاربه بزاف، وانا اصلا بغيت ندير واحد الحاجه للبلاد ديالي، يعني نستريمي لولاد بلادي بالدارجه المغربيه، فهمتيني؟ ميبي تما الى ستريميتي بالانجلي تقدر توصل، تقدر ما توصلش، اولا الصالير ديالك يكون اكثر من دابا هذا، ولكن صراحه انا اي دونت كير، ما حد هادشي اللي كناخذو دابا قانع به وفرحان بزاف حيت كنستريم البلاد ديالي، جاتني الفرصه الصط، ولكن ما بغيتي لك انت كتفرج فيا قديم كانوا الدراري واش فوكس واش تستريمي بالانجلي واش تكمل، حيت كانوا واحد البلان ديال لي هوست وكذا، وقال لي باش تزيد تستريمي الناس كثار وكذا، مي انا كنفضل نستريم بالدارجه وفرحان حيت كنستريم المروكان كوميونيتي الصاط، يعني سواء كنت برا ولا هنايا غادي نستريم بالدارجه، و الا جاتني دابا فرصه نصط نستريم مثلا في شي بلاد وحده اخرى غادي نبقى نستريم للبلاد ديالي، يعني ما عمري ما غنبدل الدارجه. بنيامين سعد شنو اللي خلاك تخرج من خدمتك وتتبع ستريمين؟ واش كنتي عارف 100% اللي غتلقى الكوميونيتي اللي كتسبورتك؟ هذا هو اخر سؤال. الصراحه يعني كيف ما قلت لك باش تخرج من خدمه اللي مثلا كتاخذ بها 5000 درهم وكل شهر ومضمونه وتمشي تريسكي تبع الدومين اللي عارف انت اصلا ما تاخذ فيه حتى بزاف في الاول، كان فريمون واحد القرار لي ريسكي، ولكن كيف ما قلت لك انا كنت مامن بهذا الدومين، هذا كنت مامن واحد النهار غادي نوصل، راه سولت الناس اللي قبل في هذا الدومين واش بغيت نخرج من خدمتي ونتبع، كل شيء كان تيقول لي لا راه هاد الدومين ما كاين لا لا دوناسيون ولا سبسكرايب لا كاين لا سبونسورات لا والو، غادي غير تضيع راسك وغادي غير تخرج على راسك، هما الكلام ديالهم لوجيك الصاط صحيح اوف كورس، ولكن الصاط امنت بواحد القضيه باللي يس نقدر نمشي بعيد في هاد الدومين ونقدر نوصل داكشي اللي باغي. كنت كنقول لهم انايا كنحلم ماشي ناخذ فلوس من لي دوناسيون ولا سبسكرايب، كنحلم نبدا نتخلص من عند الشركات، يعني الشركات هما اللي يوليو يخلصوني. صبرت وكنت مامن بداكشي اللي داير في بالي، والحمد لله وصلت داكشي اللي بغيت هادشي كامل. بالنسبه واش كنت عارف نلقى 100% الكوميونيتي اللي غادي تسبورتيني؟ صراحه ما كنتش عارف، انا بدي يعني داكشي على حسب الخدمه ديالك، راه الا كنت يا الساط بحال الخدمه ديالك نقيه وكدير داكشي الساط بالنيه ديالك اوف كورس الساط غتلقى بزاف ديال الناس معاك، فهمتيني؟ لقيت بزاف ديال الناس لي سيبورتاوني صار من جميع النواحي، ماديا معنويا الحصاق كامل الساط لقيته في هاد الكوميونيتي الساط، ولكن ما كنتش عارف باني 100% غادي نلقى، ما كنتش عارف الصراحه، ديك الساعات كانت الكوميونيتي ديال ليغ ماشي كبيره عاوتاني، ولكن مازال ما مجموعاش بزاف. صور اخوان انا اينو طولت عليكم ولكن جاوبت غير الاسئله ديالكم، ثانك يو سو ماتش الاخوان على السبورت ديالكم، ونتمنى ندير واحد البارت 3 في هذا الفيديو هذا، و اي لوف يو ثانك يو سو ماتش حيت وصلتوني لهنايا. يس ارجو دابا ولا لا